السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم جميعا في كل الأماكن المتواجدين فيها، ونرحب الآن بالمشاركين معنا، منهم الأخ محمود زيدان من مخيم عين الحلوة في لبنان، ومعه أهالي صفوريا، وأيضا معنا الأخ عمر الغباري من يافا، ورنا عويس من الناصرة، ومعهم أيضا من أهالي صفوريا. وكان ممكن أن يكون معنا الأخ محمد عبد الرحمن سليمان من نهر البارد في طرابلس لبنان، ولكن للأسف البالغ حدثت فاجعة كبيرة اليوم، أن 71 مهاجرا فلسطينيا وسوريا ولبنانيا غرقت به المركب وهم متجهين في اتجاه أوروبا، فطبعا لم يتمكنوا من الحضور معنا، ونشاركهم العزاء في المفقودين. ولكن نتعلم درسا من ذلك، أن حق العودة مقدس، ولو كانت لهم وطن لم يكونوا يحتاجون إلى الهجرة في مراكب قديمة وغير شرعية ويتعرضون لفقدان حياتهم. اليوم مخيم نهر البارد الذي يوجد فيه مجموعة كبيرة من أهل صفوريا في حالة عزاء، نشاركهم جميعا هذا الفقدان، ونتمنى أن يعود وطننا لنا، بل ونعمل على أن يعود وطننا لنا حتى لا يتعرض هؤلاء الشباب إلى المغامرة بحياتهم من أجل لقمة العيش. معنا أيضا المتحدثين الليلة، وهي المهندسة نيروز علي من الجامعة الألمانية الأردنية، وأيضا أستاذها المشرف عليها الدكتور ثائر قبعة من الجامعة الألمانية الأردنية. نرحب بكم جميعا، ونرحب أيضا بمن يستطيع التواصل معنا، لأن غيرنا اللينك لأسباب فنية في آخر لحظة، ولكن حيكون كامل التفصيل على موقع هيئة أرض فلسطين، وأيضا هو الآن على الفيسبوك. نعود الآن إلى موضوع اللقاء اليوم، وهو إعادة إعمار صفوريا. كما تعلمون إنه صفوريا هجمت عليها العصابات الصهيونية في 15 يوليو سنة 1948، هجمت عليها بالدبابات وأيضا بالطائرات بالهجوم، كان هجوما فظيعا. وفي نفس الفترة القرية جارتهم عيلوت صارت فيها مذبحة كبيرة، فهاجر أهالي صفوريا بعضهم إلى الناصرة إلى يومنا هذا، فيما أصبح يسمى حارة الصفافرة في الناصرة، ولكن الأغلبية الكبيرة هاجروا للخارج. عددهم اليوم 33,000 من أهالي صفوريا. العدد الأكبر في حوالي 20,000 ثلثين في لبنان، والباقي طبعا في سوريا، وهناك أيضا في أهالي صفوريا في مخيمات الأردن والشباب الشتات بالذات الدنمارك. نرجو أن يكون معنا محمود عيسى من كوبنهاجن في الدنمارك. هذا هو وضعها، وبعد مرور 27,062 يوم من الهجرة ومن النكبة، لا نزال طبعا نتمسك بحقنا في هذا الوطن وندافع عنه بكل الوسائل. وكونه مر علينا 74 سنة، هذا ليس علامة على الفقدان، إنما هو علامة على أننا لم نتخلى عن حقنا في الوطن لمدة 74 سنة. أنا لا أقول أن 74 سنة هي نجاح صهيونية، بل على العكس تماما، هو سقوطها، لأننا لا نزال في معركة معهم، ولا نزال في معركة الصمود. ولذلك من بين وسائل الصمود ونحن نتمسك بحقنا و نخطط للعودة، لا نحلم فيها فقط بل نخطط لها. ففي هذا العام، هو العام السادس من مسابقة
إعمار القرى الفلسطينية المهجرة، جاءت النتائج للفائزين هذا العام، ومنهم المهندسة نيروز علي من الجامعة الألمانية الأردنية، أخذت الجائزة الأولى بإشراف الدكتور ثائر قبعة، وكان اختيارها لقرية صفوريا. نيروز، معك 10 دقائق تحكي لأهل فيروز، أهل صفوريا، عن مشروعك، وهم يسمعونك بكل شغف. يلا تفضلي. مساء الخير. مساء النور. مرحبا، مساء الخير على الجميع. أنا نيروز، واليوم رح أحكي عن مشروع الجزء المفقود في صفوريا، واللي أنا شخصياً كتير كنت مبسوطة إني اشتغلت عليها وشفتها كموقع جداً جميل وبستاهل كل الدراسات والأبحاث اللي ممكن تنعمل عليها. كبداية حنبلش نحكي عن الموقع وخلفيته التاريخية. طبعاً كلنا بنعرف إنها هي بالجليل الأعلى بقضاء الناصرة، والإشي المميز فيها أو لفتني أنا شخصياً قبل ما أعرف عنها بالضبط هي كمية البقايا التاريخية الموجودة في هاي المنطقة الكثير صغيرة، وقديه في آثار لهلأ موجودة بس لأكثر من مكان وأكثر من حضارة مرت عليها. بالبداية كان مهم إنه نحدد أماكن هاي الأشياء التاريخية، وبعدين إيش صار نفهم بالضبط التسلسل الزمني للأشياء اللي صارت. طبعاً الملفت للنظر زي ما حكيت كمية الأشياء الموجودة، ومن ابتداء من المدينة الرومانية الموجودة للفسيفساءات للآثار للكنيسة الصليبية، وحتى القلعة اللي هي اليوم اللي هي كانت إشي كنعاني مبني على بيزنطي مبني على صليبي، وبالآخر طبعاً الظاهر عمر، وبالآخر صفت مدرسة برضو من أهل القرية نفسهم. هاي خريطة بريطانية بتعود لعام 46، طبعاً تم توفيرها من هيئة أرض فلسطين، وبرضو هاي صور برضو في صفوريا من عام 40، برضو صور. وكلنا بنعرف إنه بال 48 تم تهجير أهل القرية، وهاي القرية القديمة صفت هيك الآن. وطبعاً كلنا بنعرف إنه القرية كلها تهدمت وتم زراعة الغابة بدالها الآن. فصار في عنا ثلاث طبقات بدنا نتعامل معهم في هذا المشروع، اللي هي الآثار والتاريخ الموجود في مكان واحد، القرية اللي كانت موجودة وما عادت موجودة هلأ، والغابة اللي موجودة في المكان. كان ملفت للنظر فكرة الشجرة أو الغابة المزروعة، ولما الواحد يبحث أكثر وراء الموضوع اللي هو بيكتشف إنه مش بس صار هذا الحكي في صفوريا، بل في كل أو مش كل أغلب القرى المهجرة، وبيستخدمها الاحتلال كأداة للتطهير العرقي خلينا نحكي، وبرضه بنفس الوقت من أجل تغطية جرائم الحرب وضمان عدم رجوع اللاجئين إلى هاي الأماكن وتشييد منازل جديدة. وبرضه اختيارهم للشجرة مدروس بعناية، لأنها شجرة غير مثمرة فبتضمن إنه الفلسطيني ما رح يرجع ويتردد عليها باستمرار. وبرضه بنفس الوقت هو الصنوبر الأوروبي مش الصنوبر الفلسطيني، مع إنه في صنوبر فلسطيني، لكنه تم اختياره برضو عشان يخلق هاي الرابطة بين المستوطنين الأوروبيين والأرض اللي هي غريبة عليهم تماماً. فكرة المشروع إجت من هون، اللي هي صف المشروع بده يكون هو عبارة عن حديقة تذكارية بدها تاخد هاي المناظر الطبيعية أو الغابة كدليل أو عرضها كمعروضة ودليل للجريمة اللي صارت في هذا المكان، وكنوع من أجل تصحيح الرواية التاريخية وخلق مفهوم جديد للرواية اللي عم تتخبى خلينا نحكي. فتم أخذ الموقع، وزي ما حكينا كتير كان مهم إنه نحدد أماكن الآثار لأنها جزء من الرواية اللي بدنا نعرضها.
الدائرة، هاي الدائرة تم اختيار مكانها بعناية في منطقة بمكان القرية القديمة، وبنفس الوقت في مكان بربط بين الآثار الموجودة. الدائرة ليه بالذات؟ لأنها شكل محصور، فبسمح لنا إنه نعطي تركيز على الأشياء الموجودة جوا ونفرق بين إيش في جوا وإيش في برا. تم إخراج ونقل جميع الأشجار اللي بالغابة جوا الدائرة إلى خارجها كنوع من الاعتراض على وجودها، أو كنوع خلينا نحكي رفض لوجودها كأداة احتلال، بنفس الوقت عشان نكشف الحقيقة اللي عم بيحاولوا يخبوها. تمت إضافة زي ما حكينا نقطة تحول تاريخية، هي عبارة عن مباني صغيرة معمارية كنوع من أنواع الاستراحة بالرحلة، فيها معلومات طبعا عن الآثار الموجودة، أماكن جلوس ومطلات، كنوع من سلسلة في الرحلة. خلينا نحكي تم إضافة ألواح عمودية بترتيب معين، ومرة بيكونوا على اليمين ومرة على الشمال عشان نخلق تجربة حيوية وديناميكية بين برا وجوا وإيش فيه وإيش ما فيه. أما الأشياء اللي تعمرت هي كلها عبارة عن مباني متوجهة لمركز الدائرة، حيطانها عبارة عن خطوط تتوجه لمركز الدائرة. تم إنشاء متحف تحت الأرض، هو اللي بيحكي الجزء المفقود من الرواية وهو الجزء الفلسطيني. أما بالنسبة للنصب التذكاري، فتم استخدام خطوط المنازل القديمة الموجودة بالقرية لما تهدمت عشان يتم إنشاء نصب تذكاري في منتصف كل بيت جوا الدائرة. وكل بيت من هدول كل عمود من سوري من هدول العمدان منقوش عليه اسم العائلة اللي كانت ساكنة في هذا البيت. فصفى عنا الرحلة بتبدأ في مركز زوار وبتعبر وبتوقف في كل خلينا نحكي نقطة تحول تاريخية لنحكي عن الآثار بالقرية، وبالآخر في هاي المنطقة بنحكي عن التجربة الفلسطينية في المكان اللي يعني بكل تعمد تم محوها من الرواية، وبالآخر بنقدر نمشي جوا الموقع نفسه. بالنسبة للمتحف الخارجي، هذه هي خريطة الموقع، بنقدر نشوف كيف صار في برا كل الشجر برا، بنفس الوقت جوا هدول العمدان اللي جوا البيوت، وبنفس الوقت برضه بنقدر نشوف النقط وكيف بتفاعلوا مع الآثار الموجودة في المكان. أما هاد اللي هو المتحف الفلسطيني هلأ رح نحكي عنه، هاد جانب من جوانب طريقة التعامل مع الغابة المزروعة. هاد مركز الزوار اللي بدأنا الرحلة فيه، ونقطة التحول التاريخية زي ما شفنا بنقدر نتفاعل مع الشجر ومع الآثار الموجودة في الموقع. أما بالنسبة للجزء المفقود أو المتحف تحت الأرض، فهو بروي القصة في مجموعة من مساحات مختلفة، بتحكي القصة من وجهة نظر الفلسطيني الصفوري، فبنبلش فيها بالوطن، بعدين النكبة، بعدين المنفى والأمل، وبالآخر العودة. ويتم استخدام عناصر مختلفة من أجل التعبير عن إحساس اللاجئ في هذيك الفترة. بالأول طبعاً ندخل عنا حديقة استقبالية، بعدين هون اللي هي الوطن، بعدين النكبة، بعدين المنفى، والآخر الأمل، وبنوصل للعودة. لنبلش بالوطن، هو مساحة واسعة بتسمح للضوء إنه يدخل جوا، فيها أكثر من منطقة مفتوحة، والفنائين الموجودين فيهم عناصر من القرية الطبيعية. عندنا المي لأنه بنعرف إنه صفوريا يعني تسمى بقرية الينابيع والآبار، وعندنا طبعاً شجرة رمان لأنها مشهورة بالرمان الموجود فيها. بتم عرض معروضات بتحكي عن القرية في هداك الوقت طبعاً. تاني إشي عندنا النكبة، هو ممر ضيق وقريب، كتير ضيق وكتير معتم،
بيكون فيه أكثر من جانب. عندنا جانب القرى المهجرة كاملة، فيه جميع أسماء القرى في كل مدينة اللي تهجرت بال 48، وفي عندنا الفيلم الوثائقي والمقابلات مع لاجئين من هاي القرية. ما يلي ذلك اللي هو المنفى أو الشتات، هي مساحة تدخل فيها كمية محدودة جدا من الضوء، بفكرة إنه الضوء هو الوطن، فكل ما كان الضوء أكثر كل ما كانت فكرة الوطن موجودة أكثر. بتعرض بيانات للاجئين، وفيها جدار كبير لمفاتيح العودة، وشايفين يعني كمية الضوء قليلة في هذا المكان. بالنسبة لطريق الأمل أو الطريق إلى فلسطين، فهو جدار تذكاري بعرض جميع اللاجئين من صفوريا، وبنفس الوقت الضوء كل ما يعني نمشي فيه أكثر بزداد، لأنه بربط ما بين المنفى والعودة. الجزء الأخير اللي هو العودة هو عبارة عن مساحة مفتوحة بتمثل فرحة العودة إلى الوطن، وبنفس الوقت بنشوف نفس العناصر اللي كانت موجودة في أول قاعة اللي هي الوطن عم تتكرر. فمنلاقي عنا المي والشجر، وبالآخر في عنا درج بيطلعنا للموقع، وحكينا اللي هو النصب التذكاري للعواميد في الموقع نفسه. آخر تفصيلة اللي هي جدران المتحف، يعني تم تعمد إنها تكون مبينة بجزء كتير بسيط، مع إنه هو كله تحت الأرض، بس تم رفعها بنسبة بسيطة من أجل، ما بعرف إذا بتتذكروا هذا الشيء، بس السلاسل الفلسطينية، سلاسل الزراعة، دائماً كانت عبارة عن دليل لمحاولة الاحتلال لطمس ما موجود قبل ذلك. وهي صورة للموقع بشكل عام من الجو، وبس. شكراً. شكراً شكراً نيروز، رائع جداً رائع جداً. خيال مبني على الواقع، خيال مبني على تاريخ عريق وحاضر مؤلم ومستقبل مشرق. كلكم اللي بتسمعونا بتعرفوا أنه هذه الشابة في العشرينات من عمرها، وهي تعيد بناء ما هدمته إسرائيل قبل 74 سنة. فالصغار لم ينسون على الإطلاق، ولا شعبنا ممكن أنه ينسى. اللي كان 1.5 مليون نسمة الآن 14 مليون. أدعو الآن الدكتور ثائر قبعة، مشكورا اللي يعني أشرف على تلاميذه، مش الوحيدين اللي أخذوا جائزة، كمان نيروز أخذ الجائزة الأولى وآخرين أخذوا أيضا تقدير. تفضل دكتور ثائر، احكي لنا الخلفية اللي وراء الطلاب هذول، كيف قاموا بالعمل هذا وشو دوافعهم. أول شيء شكرا دكتور، أول شيء بشكر هيئة أرض فلسطين على جهودهم الرائعة دائما، وجهودك الشخصية يعني دائما محل تقدير. إحنا كجامعة ألمانية حاولنا نشارك بالمسابقة أكثر من مرة، بس كان دائما توقيت إعلانها ما كان يتناسب مع الطلاب، بس السنة الماضية كان وقت مناسب وقررنا نشارك، والحمد لله أنه شاركنا وكانت مشاركتنا جيدة. أول شيء بحب أرحب بالضيوف كلكم وأهالي صفوريا، يعني أهلا بكم جميعا. وبحب أشكر شكر خاص لنيروز، يعني نيروز كانت طالبتي المميزة هاي السنة، وفعلا عملت مشروع كنت دائما أحكي لها، كنت دائما في المناقشات أحكي أنه هذا المشروع يمثلني. كنت أشعر بانتماء حقيقي للمشروع، وبحكي أنه أنا لو بدي أشتغل هذا المشروع بشتغله بنفس الروح. فنيروز كانت ظلي أو أنا كنت ظلها. زي ما حكى دكتور سلمان، مهم جدا انه نحكي انه هذا نيروز عمرها بالعشرينات وما بعد 74 سنه من النكبه، لا يزال شعبنا يقاوم وسيبقى يقاوم، والاجيال الجديده بتعمل دورها والصغار لن ينسون. وهي رساله كثير مهمه وبنحب ناكد عليها. هلا بالنسبه لمشروع نيروز، انا بدي ارجع احكي على الابداع اللي عملته نيروز مره ثانيه، اتغزل شوي في طلبتي او هلا زميلتي صارت.
الذكاء اللي تعاملت مع نيروز مهم، يعني الذكاء بالتعامل مع المشروع، يعني ما عملت قرية، ما أعادت بناء قرية، شافت كيف الاحتلال بيشتغل وكان رد فعلها بذكاء أكثر من الاحتلال. فيعني أنا بعتبر نيروز بهذا المشروع تفوقت على الاحتلال الإسرائيلي وقدمت فكر متطور أكثر ويعني معماريا يستحق الثناء. مشروع يعني نيروز شرحت عن مشروع باريس داي، طبعا أحكي في كمان زميلة إلها كمان شاركت معنا، أنا طالبنا كان معي طالبتين شاركوا، نيروز شاركت بهون وفي ألاء عمرو شاركت بالجورة. برضو بشكر ألاء لأنه اشتغلت وتعبت على المشروع وأخذت جائزة تقديرية من هيئة أرض فلسطين. إن شاء الله نشارك في المسابقات الجاي، لأنه دائما أنا عندي هيك دائما في مجموعة من الطلاب بنكون حريصين على يعني الاركتكتشر اوف ريزيستنس، عمارة المقاومة. ففي أكثر من سنة عندي أكثر من طالب طرح القضية الفلسطينية بأكثر من شكل وأكثر من طريقة. هاي السنة كانت من خلال هيئة الفلسطينية ومسابقة إعادة إحياء القرى الفلسطينية المدمرة. فدائما العمارة برضو يعني، ومن هون بدعو إن كل إنسان إنه ممكن يقاوم من خلال الموقع اللي هو فيه. وشكرا لكم وشكرا للدكتور طبعا وهيئة أرض فلسطين وجهودكم الجبارة دائما. شكرا دكتور ثائر. احنا معنا من مخيم عين الحلوة الأخ محمود زيدان، مش طالع صورته معنا يا محمود؟ وين محمود؟ محمود زيدان، ايوه هيو محمود. محمود زيدان مساء الخير من مخيم عين الحلوه، معاك مجموعه من اهالي صفوريا، ممكن تعرض لنا ارائهم او اسئلتهم او ايش بيحبوا يحكوا باي شكل، ممكن تعليق ممكن كذا. تفضل يا محمود. صوت ميوت أظن أيوة. بدك تعمل أنميوت. أيوة سمعينك هلا محمود، يلا قول. لا لسه. لا مش سمعين. لا لسه ميوت. أنميوت. صوت. هيك سمعت. مساء الخير دكتور ولجنة الحكم والصبية نوار. نسيت الاسم. نيروز. يعني أول شيء أنا بدي أعبر عن سعادتنا بهذا اللقاء اللي تخطى الجغرافيا والحدود النفسية والجغرافية والسياسية، بس شوي ضل عنا عائق التكنولوجيا. إحنا عم نحكي من مخيم عين الحلوة اللي بنسميه عاصمة الشتات، إن شاء الله يكون اللقاء القادم جامع على أرض صفوري إن شاء الله. وأنا سعيد معي إخواني هون من يعني قرية صفوري بمجلس شورى صفوري بعين الحلوة. بدي أقول أنا هاي للسنة السادسة مع الدكتور سلمان إحنا عم نعمل هذا النشاط اللي هو عن جد يعني مش بس بعيد التاريخ، ولكنه هو بيعطي بريق أمل للمستقبل اللي بنتأمل إنه يتحقق قريباً. مش راح أحكي كتير لنستغل الوقت، بدي أفسح المجال لأهالي صفوري يعبروا يحكوا. بدي أعمل شكر يعني سريع للإخوان جميعاً بمجلس الشورى، أبو علي والعميد محمود عيسى، غير محمود عيسى زميلنا بالدنمارك، انت من لوبي وانا من صفوري، والاستاذ محمد سليمان والاستاذ عبد المعطي، كل الشباب اللي ساهموا بترتيب اللقاء. خليني اعطيهم المجال يحكوا بفضل، وبعدين انا معنا وقت. تمام يحب من الاخوان يحكي، رغم احنا ما شفنا كثير العرض لانه صار عندنا مشكله دكتور. بتمنى بعدين نيروز وحضرتك تزودونا بالفيديو وبالخرائط اللي انعملت، رح نعمل عرض هون بتصور بترتيب مسبق منشان يعني نتجاوز مشكله التكنولوجيا. بس اذا حدا من الشباب بحب يعلق. محمود احنا مقدرين تماما انقطاع الكهرباء عندكم ظروف صعبه، وانا اؤكد لك حنوصل لكم يعني كامل تسجيل لكله، الاخوان كلهم يسمعوا. هلا بدنا نسمع رايهم على قد ما سمعوا عشان
نيروز تسمع رأيهم وإحنا نسمع رأيهم برضو. أوكي، يعني إذا حدا بده يعلي على البداية كيف في فكرة إعادة إحياء القرية المدمرة، إذا حدا بحب يحكي تفضل. بس اللي السلام عليكم. أهلاً أهلاً، قلنا اسمك لو سمحت لو تكرمت. السلام عليكم، أنا أبو علي أحمد من دار حسين، أمين سير مجلس شورى صفوري في عين حلو. أهلاً وسهلاً، تفضل تفضل. إحنا بنتمن هذه والجهود كلياتها بأكملها، ونتمن كل إنسان ساهم إنه يوصل لهذا التواصل واللقاء، لأنه بيعطينا الأمل، بيعطينا يعني أمل كبير، والحلم اللي إحنا عم نحلم فيه للعودة إلى صفوري وإعادة بناء صفوري في هذا المشروع اللي أنتم قائمين فيه. ونتمنى إنه اللقاء القادم أن يكون في صفوري ويكون على الأرض مجسمات لإعادة بلدة صفوري، لأنه صفوري في قلوبنا وقلوب كل الشعب الفلسطيني، وخاصة نحن أهل صفوري وكل القرى الفلسطينية قرانا بالنهاية. نتمنى أن يكون التحرير وتكون هناك لجان ولقاءات في كل البلدان، مش فقط بس في صفوري، لإعادة بناء كل القرى المهدومة اللي قاومت الاحتلال سنة 1948. وهذا نعتبره اللقاء رمز لإلنا أن نكون مستعدين أن نعمل للعودة إلى صفوري. وهذا اللقاء أعطانا عزيمة كبيرة إحنا كأهالي صفوري بأنه الأمل، واعطتونا الأمل بهذا اللقاء بأنه أن نتصور كيف نبني وإعادة بناء صفوري بمجسماتها اللي هي البيوت والمنازل والمؤسسات وإلى آخره. نعم، ونحن ممنونيكم على هذا اللقاء، ونثمن كل جهد أنتم فيه أنتم، ونثمن كل جهد كل إنسان ساهم في هذا اللقاء. بارك الله فيك. في عندك حد ثاني من الأهل صفوريا، خصوصا إذا كان من الشباب، الشباب يعني اللي ما شافوا صفوريا؟ لا خلينا نحكي بس هني عرض نعمل. ليك دكتور أنا بفضل نستغل الوقت، لأنه إذا بيعلقوا اللي شافوا العرض إحنا نقطع العرض معنا، وبعدين بنرجع بنفتح المجال إذا حدا بده يعلق، إذا حدا منشان ما شافوا العرض، إذا حدا عنده تعليق يعني عام بنخليه للآخر. خلينا نفتح مجال مثلاً أهلنا بنهر البارد أو أهلنا بالناصري، إذا هن النت عندهم طيب. شغال بفضل أنا. طيب أوكي. الأخ محمود زيدان اللي بيتكلم الآن هو مدير المنطقة التعليمية في الأنروا في هذه المنطقة، فهو على اطلاع وعلى قرب من جميع الأهالي وأولادهم في المدارس، يعني أحسن شخص قريب من هذا الموضوع. يمكن ما سمعتنا محمود. الأخ محمد عبد الرحمن سليمان من مخيم نهر البارد بيعتذر بسبب الفقدان المؤسف والمؤلم لبعض الشباب هناك في غرق المركب. أيوة. الآن نتجه إلى الأستاذة رنا عويسي في الناصرة. أنت في الناصرة يا رنا؟ أنا على تواصل، أنا علمت سر بينك وبين نيروز. أنا عرفت بعدينك على اتصال مع بعض من زمان، فهذا سر عسكري نكشفه اليوم. هذا أنا ما بعرفه هذا سر، والله دكتور أنت بتعرف أكثر مني. طب يعطيكم العافية، أنا وأهلي عم نحضر، أبوي وأمي وأخوي. نعم، ويعطيك العافية لك أولاً على هذا المجهود الكبير اللي عن جد بيحيي فينا الأمل. خلينا نوقفك شوي. رنا من سنتين بتعمل ماجستير عن حالك. على الهجرة دكتور بس ترجع تعرف عن حالة والعيلة، لأنه يمكن يطلع القرايب بعين الفيلم. اللي أنا بعمله محمود، طول بالك علي شوي، طول بالك. رنا بتعمل ماجستير في الهجرة أهالي صفوريا من وإلى لبنان وإلى أيضا الناصرة، وبتشتغل عليه خلال سنت يعني إلى سنتين الآن، وإن شاء الله توفق. هلا الميكروفون عندك يا رنا، احكي لنا مع الأهل، خصوصا الأهل اللي كان هذا مولود في الصفوريا يقولنا رأيه، وإذا كان في شباب عندكم يخبرونا إيش رأيهم في المستقبل. شكرا. طيب اسمي رنا عوايسي، بس عوايسي هو اسم العائلة الجديد، احنا من بيت عيسى
ومنرد لحمولة نجم. يعني جدودي من الجهتين صفافرة، أهل أبوي وأهل أمي. أنا يعني بحضر لرسالة دكتوراه عن قضية اللاجئين اللي كانوا يجربوا يرجعوا على فلسطين بعد النكبة مباشرة. هذا مركز البحث، ويعني كمان مرة بدي أشكرك أنت وهيئة أرض فلسطين بالأول يعني على كل هذا المجهود اللي عن جد بزرع فينا الأمل، وإنه نفكر بالنكبة بطريقة تانية يعني اللي هي أكثر مقاومة وبتعطي أمل، ونتجاوز مرحلة يعني بس التعامل معها كمأساة. ويعطيك العافية نيروز، أنا كثير سعيدة إحنا تواصلنا زمان يمكن قبل سنة بتذكر، بعتلك مواد عن البلد، وكثير سعيدة يعني إنه هذا يعني إنه مشروع صفوري هو اللي فاز. وفي كمان أخوي زياد اللي هو ناشط بيعمل جولات في صفوري، إذا بتحب تحكي إشي. يعطيكم العافية، اسمي زياد، أنا ابن صفورية. على فكرة أبوي كان عمره 6 أشهر لما هجروا من البلد، بس إحنا الجيل الثالث للنكبة. بعتقد إحنا بنعرف البلد اليوم أحسن من الجيل الثاني، ممكن إحنا بعد 2 كيلومتر 3 كيلومتر عن البلد، احنا من شرفات البيوت بالحي اللي عايشين فيه منشوف البلد، نقدر نزور البلد. طبعا ما تبقى منها، صح شو نيروز حكت، كتير وصفك كان دقيق من ناحية شو بقي. بقي كمان شي بيت ونص اللي هن لأهل البلد، بس كل الآثار اللي حاولوا يخفوها ما غدروش. احنا اليوم نجحنا انه نسيج مقبرة واحدة من 5 مقابر بالبلد اللي هي اسمها المقبرة العمومية، واحنا بنقدر نزورها وبنحاول انه نحافظ عليها. احنا بنعرف وين المجلس البلدي اللي اهل البلد كانوا فخورين فيها، فكانوا ما كانوش يقولوا مجلس محلي فبيقولوا مجلس بلدي. فبنعرف بالضبط المواقع الاساسيه، موقع البيادر، طبعا منطقه الدير احنا بنقدر بعد نزورها، الدير القديم والدير الجديد اللي هو اليوم مدرسه داخليه. بنعرف كمان مواقع كتير من العائلات وباقي المقابر اللي هي مقبرة السعدية ومقبرة الأشراف اللي هي مسيجة عمليا، وين الموقع الأثري تبع البلد. عمليا أول محل، أول قرية قرروا إنه يبنوها ب49 سموها تسيبوري، بالضبط قاعدة على بالضبط بقلب بمحاذاة البيوت والهدم الموجود اليوم اللي حاولوا يخفوه عن طريق شجر الصنوبر. ما غدروش يخفوا القصة طبعا ولا راح يقدروا. في هيئة اسمها لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين في الداخل اللي تعنى في إقامة مسيرات عودة كل يوم استقلال إسرائيل بتحييه، فالمسير الثاني والمسير 60 إذا مش غلطان كانوا على أراضي صفورية الثاني كان. غير هيك في كتير بالذات بعد أحداث أكتوبر والمواجهات اللي كانت بالداخل الفلسطيني، فجأة كل العالم صار يعرف إنه في فلسطينيين في داخل إسرائيل، العالم الغربي خلينا نقول. كنا مغيبين لحد أكتوبر، بعتقد في بعد أكتوبر أنا صرت كتير أقابل مجموعات من شباب صبايا عرب أكتيفست أكتر فعالين في اتجاهات في عمل اجتماعي سياسي، اللي صاروا يسألوا عن 48 فجأة، شو يعني هدول عرب 48 فلسطينيين 48. زاد اهتمامهم في أماكن تواجدنا وقصتنا، فجأة صار في كتير مجموعات بحبوا يشوفوا البلد، فإحنا بنأخذهن على قلب البلد وبنحكي لهن عن القصة والرواية تبعتنا. وكتير في كتار منهن بيكونوا عن جد مصدومين جدا، بنفرجيهن صور حتى للبلد
بتواريخ مختلفة بتحسن إنه ما كانوا مغيبين، وكانوا مش بس يعني ما هو هذا جزء من الحرب تبعتنا، هو الذاكر النراتيف. قبال إحنا عنا معركتين، قبال الإسرائيلي اللي عايش معنا بيننا عايشين معه، وفي محاولة دايماً إنه هذا الموضوع ممنوع ينفتح، وكأنه هذا جرم إنه ينفتح. فإحنا لا، من كله إنه هذا الموضوع شئت أم أبيت بالنهاية بدك تواجهه، بدك تخوضه. وفي عنا الجانب الآخر اللي هو الجانب اللي لازم ينشغل على الأجيال الثانية والثالثة، الأجيال عملياً أنا بحكي على الأجيال الثانية والثالثة، عملياً الرابعة والخامسة. فالعمل اللي عملته نيروز أول شيء دقيق فنياً وعلى مستوى الوعي، جميل التفكير بهذا الشكل. الموقع كمان أعجبني كيف اختيار الموقع اللي هو بالنص، هو فعلاً بربط كتير جوانب، يعني بربط كمان البلد والأماكن الأثرية والتلة هاي اللي تحولت لغابة فجأة، اللي هي عملياً حواليها المقبرة والبيادر وحواليها كل الجهات المصري من جهة الشمال من جهة. جميل العمل، بتأمل إنه يضل في تواصل وإحنا بنعمل اللي علينا وكل واحد بيعمل اللي عليه من موقعه والأمور بتمشي بالآخر، لأنه لا يصح إلا الصحيح. يعني هذا اللي اسمه، هذا الشيء اللي بقوله أنا للإسرائيلي بالذات، إنه فيش شيء اسمه comprehensive peace، هذا بدون حق العودة، حكي فاضي، ولا حدا ولا قائد ولا ابن عرب ولا ابن مين ما بدكو بيجي يكذب عليك وبقولكو لا تمام بيكون سلام هيك، بدون ما إحنا نكون جزء من الحل. منفعش نكون جزء من المشكلة ونكون جزء من الحل. فالخطاب اللي بحكيه معاك وبحكيه مع الإسرائيلي أو إحنا في الداخل، يعني بحب إنه ينحكى هيك بهذا الشكل. وأنا بعتقد إنه محاولتهم لتشتيت الشعب الفلسطيني لأربع أو خمس أجزاء، غزة، ضفة، الداخل، مخيمات، أوروبا، جنوب أمريكا، فاضي بالنهاية لأنه في حق، وطالما إحنا نضل نطالب فيه بده يزبط بالآخر إن شاء الله. أعطيكم العافية بارك الله فيك. بارك الله فيك. شكرا. شكرا لك. بارك الله فيك. أنت الآن يعني ما ذكرته بيعطينا عدة نقاط أقولها بسرعة. أول شيء أنه أنت مشيت على أرض الواقع وشفت أرض صفوريا وما حدث فيها، فهذه ميزة الشباب كلهم اللي بيدخلوا معنا كل سنة ما شافوها، هم بعين الخيال بس بيتصوروها أو من الخرائط أو من وثائق. أنت بتقدر تمشي على أرض الوطن وتتنسم هواؤه على الطبيعة ولو أنه العدو ما سمحنا أن نعيش فيها. هاي نقطة. النقطة الثانية، هم طبعا كما تعلمون بدناش نعمل محاضرة طويلة، هم عندهم حرب فظيعة غير الحرب العسكرية، هو طمس الذاكرة. وليش طمس الذاكرة؟ يريدون انه ما حدا يعرف الجريمه اللي اقترفت، اللي جريمه لم تمر على فلسطين مثلها منذ 4000 عام. ليش؟ من الذي يخاف من الحقيقه؟ اللي يخاف من الحقيقه هو المجرم الذي اقترف الجريمه، فلذلك هو اول شخص او جهه اللي هي تقوم باخفاء الحقيقه. طبعا لا يمكن تغطي الشمس بغربال كما يقولون. فالان انا بدي اطلب من اخونا عمر الغباري الذي له باع طويل في هذا الموضوع ويا ما لف على القرى المهجرة وأماكنها وأخذ ناس يعرفهم عنها وكتبوا يمكن قديش 30-40 كتيب عن القرى. احكي لنا يا عمر، أنت يعني زي ما بقولوا ما أنتش غريب، أنت ضليع في هذا الكلام من سنوات طويلة. تفضل يا عمر. شكرا أستاذ الكريم، بوركت تحية للحضور الكريم جميعا. يعني لا تتخيلوا قديش الإنسان في هذا اللقاء المختصر ولكنه واسع إلى أبعد الحدود، قديش الإنسان يكون متأثر من أنه يشوف أقطاب الشعب الفلسطيني قاعدين هيك في أمام شاشة واحد يشايفين بعض، مع أنه كل واحد موجود في واقع مختلف والواقع السياسي عملي بفرق بيننا. وهذا هو يعني قيمة المشروع اللي الأستاذ سلمان أبو ستة قائم عليه، اللي من جهة بحاول
وبينجح أنه يجمع بين أفراد شعب فلسطيني مشتتين في بقاع الأرض. ولكن الأهم من ذلك أنه من السنة السادسة على التوالي هذا المشروع هو ليس مجرد مسابقة من أجل التنافس، وإنما هو تطوير لفكر جديد إحنا بحاجة له كشعب فلسطيني، وهو فكر وثقافة العودة اللي على مدى عقود إحنا كشعب فلسطيني منكوب حافظنا قدر الإمكان على الذاكرة، ولكن يعني شوية غارقنا في ثقافة النكبة، يعني شعب منكوب، شعب لاجئ، شعب ملاحق مطارد. هذا النوع من الفكر هو فكر مقاوم مناهض للاستعمار، مبادر، يعني لأول مرة بهاي المرحلة يمكن 15 سنوات الأخيرة فعلا في عنا شبيبة من الجيل الثالث والرابع اللي بيقودوا هذا الفكر. والأستاذ سلمان أبو ستي يعني أنا أنحني أمامك في لفضلك على تطوير هذا الفكر، وبعتقد أنه ينقصنا كشعب فلسطيني بشكل عام من أجل المقاومة ومن أجل الحفاظ على الطاقة الموجودة فينا كشعب بأن العودة ممكنة وقابلة للتطبيق، غير أنها حق وعدالة إنما هي أيضا قابلة للتطبيق وللحياة. وبهني الطالب نيروز كل الاحترام وعلى الفكرة الإبداعية لكيفية يعني دخول الموضوع من جهة يعني شيء فني وفي وشيء رمزي. وأنا بدي أسألك شوية أسئلة عن الرمزية من وراء هاي الأعمال اللي عملتيها، إنه أنا أشاهد العرض يعني استنهض في بعض الأفكار وبعض التساؤلات، فأعجبني أولا جدا طريقة التفكير، هذا المسار من الغياب، من الشتات، من التهجير إلى الأمل والعودة وتطبيق العودة. وتساءلت خلال العرض على أمرين، يعني شو السبب إنه المتحف هو تحت الأرض؟ يعني لأول وهلة خفت، قلت ليش حطي تحت الأرض؟ يعني النكبة هي بمعنى رمزي إشي اللي هو في طمس وفي دفن وتحت الأرض، فلماذا المتحف كذلك أنت عملتيه تحت الأرض؟ مع أنه يعني مع تطور حديثك يعني صرت أشعر أنه تحت الأرض ممكن يكون مش مدفون تحت الأرض وإنما راسخ ومتجذر في الأرض، بس أنا ما بعرف شو أنت قصدت من وراء ذلك. السؤال الثاني أنه لما شفتك عملت الدائرة لمركز البلد وعملت هناك عمليا حيز العودة، مساحة العودة بشكل رمزي اللي هو عمليا الخطوة الأولى للعودة، مش العودة نفسها، الخطوة الأولى، مركز زوار تعليمي تثقيفي، أول مدخل للبلد المستقبلي. بس اللي لاحظته أنك أنت يعني نظفتي منطقة معينة ولكنها ما زالت محاصرة بأشجار الاستعمار، يعني الشجر الثاني بالغابة ما زال موجود حول المنطقة اللي أنت نظفتيها، هي عمليا نزع الاستعمار، يعني مناهضة ونزع الاستعمار. وأنا فهمت أنه هذا شرط من شروط العودة، لازم ننزع الاستعمار، يعني الطابع الاستعماري لفلسطين في هذه الآونة يجب أن يزول كنظام استعماري وكهوية استعمارية، وأنت نجحت تعمليها ولكن في بقع محددة. فما علاقة العائدين صفوري العائدة بما حولها من ملامح ومعالم استعمارية؟ بعرفش إذا الشجر اللي تركتيه كان متعمد أو إنه لأنك انشغلتي بس بالمركز. وطبعا أنا يعني بتعامل مع الوظيفة مع البحث تبعك كخطوة أولى، لأنه إحنا بخلال شغلنا، وشكرا أستاذ سلمان يعني على ذكر شغلنا، وإحنا بنتعاون وبنستمد معلومات من أعمال الأستاذ سلمان أبو ستي، إنه عم نحاول نطور هذا الفكر كذلك ونسأل أسئلة إلى حتى ما بعد العودة، يعني كيف ستكون الحياة بعد العودة، كيف سيكون شكل صفوري بعد العودة. مثل ما تفضل الأستاذ إنه عدد سكان صفوري اليوم ومش 5000 اللي هجروا بال48، إنما قريب 40,000 شخص اللي بدهم يرجعوا، فوين بدهم يرجعوا؟ هل في كفاية أراضي؟ كيف بده يكون أسلوب الحياة، طريقة الحياة، نمط الحياة؟ لأنه فلسطين اللي هجرت عام 48 ستختلف عن فلسطين اللي سنعود عليها في عام 2022 إن شاء الله السنة، يعني بعد كمان شوي. فهل في عنا أفكار خاصة أنتو الجيل يعني الناشئ الصاعد، أفكار اللي بيشوف الحياة فعلا بتخيلها، عنده قدرة إنه يتخيل
كيف الحياة يجب أن تكون في البلد العائد؟ هل بالضرورة تكون صفوري لحالها اليوم مدينة؟ يعني رح تكون مدينة، أو ممكن أنه لو ظلت موجودة لتواصلت مع الناصري، يمكن الناصر وصفوري مدينة واحدة، ما بعرف. فهل الفكر تبعنا يمكن أن يتطور إلى هذه الدرجة اللي ممكن نعطي إجابات لأنفسنا كفلسطينيين، كيف ستكون، كيف سيكون شكل الحياة بعد العودة؟ هذا يعني هاي الأسئلة والنقاط اللي حبيت أطرحها، وشكرا جزيلا على هذه الفرصة أستاذ سلمان، وهذه الفرصة نيروز والدكتور ثائر وكل من كان وراء هذا العمل. وأعتقد أن احنا يعني زي ما قلت في البداية يجب أن نتبنى هذا النوع من العمل، ليس فقط للتعرف على البلد المهجر، وإنما أن يعني نضع في أمام أعيننا كشيء مستقبلي وشيء مهيأ للعودة وللعدالة في المستقبل. وشكرا جزيلا. تجاوبك شكرا, شكرا أخي عمر. بدي أقول لك إشي قبل ما تحكي يا نيروز. هلا الأخ عمر مش زي محكمين في لندن، هذا الرجال بيمشي على أرض الواقع وشايفها، فخدي كل ملاحظاته بمنتهى الجدية. طبعا يعني لو بيجي مقاول بده يبني صفوريا أول شيء حيسأل عمر، فبالتالي يعني هاي نقطة. النقطة الثانية اللي بدي أقولها تعليقا على كلام الأخ عمر، إنه إحنا اللي عندنا الآن عند inventory يعني حصيلة من 60 قرية، تصميم لـ60 قرية. إن شاء الله لما نوصل لـ100 قرية بنقدر نعمل يعني برنامج توثيقي كامل، لأنه القرى اللي بنختارها كل سنة إشي جبلي وإشي على الساحل إشي بين بين إلى آخره. فلما يكون عندنا 100 قرية بتكون تمثيل جيد لكل يعني إعادة بناء فلسطين، و يعني إحنا أقرب للعودة من هيرتزل لما كان قاعد في فيينا بقول بدي أعمل لكم دولة. ف يا نيروز اتفضلي جاوبي. وكمان بدي أقول للأخ الدكتور ثائر، طلابك القادمين إن شاء الله في السنة السابعة طبعاً هيستفيدوا من النقاط هذه، بس بدي أقول إشي، إحنا ما قدرنا حتى الآن نحطه في المسابقة. كنا بنعطي قرية لحالها، لكن القرية هذه مش لحالها، في جنبها قرى بتعيش من وراها، في سوق بينها وبين بعض، في طريق بتوصل، في زراعة مشتركة، تجارة مشتركة. بدنا إن شاء الله في المستقبل نحط في المسابقات الجديدة regional area، يعني أنت تطور region مش تطور بلد أو بيت يعني، بس إحنا زي ما بقولوا حبة حبة يعني. فتفضل يا نيروز. أول شيء بدي أحكي إنه كل الأسئلة اللي ذكرتها أستاذ عمر هي أسئلة يعني في محلها، لأنه كتير تناقشنا فيها وأنا ومشرفي أستاذ ثائر. أول إشي نبلش بالعكس، أول إشي بفكرة هل لازم كل لاجئ يرجع على نفس قريته، هل يعني نفس القرى حتتحمل نفس عدد اللاجئين وإلى آخره. واللي وصلنا له بالآخر أنا ومهندس ثائر إنه أنا برضو كلاجئة من أبو غوش مثلا، ما بتخيل كأني عشت طول عمري بعمان إنه حستوعب فجأة أرجع لقرية صغيرة مثلا مثل أبو غوش. وطبعا مع البنى العمودي وإلى آخره يعني تغيرت الحياة عن زمان، فالقرى ممكن تستوعب أعداد بس مش الأعداد اللاجئين الحالية الموجودة. فعشان هيك ما كنا شايفين إنه بالضرورة إنه قرية ترجع قرية، وإنه أماكن سكن تضلها أماكن سكن وإلى آخره. هيك بداية. تاني إشي عن ليه الشجر ضل موجود برا، هي كل الفكرة بأنه الأرض نفسها هي عبارة عن توثيق لكل إشي مر وكل إشي راح. ففكرة أنه نمحي الشجر تماماً هاد بمحي العمل العدواني اللي عم بيعمله الاحتلال نفسه. يعني الشجرة هي دليل على تطهير العرق اللي عملوه يعني. ففكرة أنه نمحيها تماماً كأنه إسرائيل عمرها ما عملت شيء أو عمرها ما هجرت حدا.
بالإضافة كمان لفكرة إنه يعني إحنا كلنا متفقين إنه إحنا ما نكره الشجر، يعني ما عندناش مشكلة مع الشجرة كشجرة ولا مع الغابة كغابة، بالعكس يعني فيش، يعني بالعكس القرويين يمكن أكثر ناس بيحبوا الشجر والخضر وإلى آخره، بس هي الفكرة بإنه بدنا نبين إنه هذا الشجر هو أداة بس مش شرير أو مش شيطان هذا الشجر. فاخترنا يعني بس اللي جوا الدائرة علشان يكون يخلق عنا تباين بين برا وجوا، إيش اللي برا وإيش اللي جوا. أما بالنسبة للسؤال الأول أو الثالث بعرفش ليه تحت الأرض، فعلياً أنت جاوبت حالك لحالك، لأنه اللي فوق يعني الأرض هي مايلة والممر أو المسار بيطلع فوق الأرض وإحنا ماشيين، فأنت في لحظة من اللحظات بتكون فوق الأرض. وكانت الفكرة أنه برضو نخلق هذا التباين بين فوق الأرض وتحت الأرض فجأة، فأنه أنت برا بتكون ماشي بين الشجر، بين الـ مش خلينا نحكي الوهم أو يعني محاولة تغطية الحقيقة، لحد ما فجأة تنزل بشكل مفاجئ تحت الأرض لتعرف الحقيقة المخباية أو يعني الإشي اللي عم بيحاولوا إنهم يغطوه. وبس بتمنى أكون جاوبتك. شكرا شكرا. بدي أحكي تعليق بس هيك لو أستاذ عمر. أول شيء بشكرك على أسئلتك الذكية، يعني طبيعة الأسئلة حسيت حالي بتقييم مشاريع التخرج وفي محكم خارجي عم بقيم المشروع، فيعني مستوى الأسئلة كان كتير ذكي وعميق وبدل على يعني بالدقائق القصيرة اللي عرضتهم نيروز قدرت تفهم المشروع بشكل هيك ذكي، فبهنيك وشكرا لك. شكرا لكم. شكرا شكرا. بدي أرجع للأخ محمود زيدان في مخيم عين حلوة، عندك حد يحكي معنا؟ يعني دكتور بس ملاحظة لنيروز، طبعا مطلوب أنت تجاوبها بالنسبة لإمكانية عودة اللاجئين على نفس القرى، بتصور الدراسات اللي حضرتك قمت فيها كافي ل يعني تثبت إنه القرى اللي مدمرة تسع عودة اللاجئين، إضافة لإنه التصميم اللي بده ينعمل من قبل أي مهندس مطلوب ياخذ بالحسبان شكل العمران اللي يستوعب اللاجئين، لأنه إحنا ما بدنا نرجع نعمل عملية ترانسفير تاني أو عملية نقل للسكان. اللي بده يرجع برجع، اللي بيحب يروح على الناصرة أو على القدس هو حر، بس مطلوب إحنا بالتصميم برأيي، يعني أنا بحكي طبعاً رأيي بدي أترك للإخوان من صفور يحكوا، مطلوب التصميم هو يعمل على إعادة أهل القرية لقريتهم، ولو بده يعمل ناطحات سحاب بعدين اللي حابب يلتحق بالمدينة أو يروح على القدس أو على مدينة تانية هو حرية شخصية. بس في شغلة حلوة زميل لنا هون محمود، سمعني محمود؟ معك. محمود بس معك. دقيقة واحدة، أنا بأيدك بالكلام هذا إنه كل التصميم لازم يعود على إنه كل أهالي القرية يرجعوا. هلأ خلينا نعطيك شوية أرقام، عددنا زاد 10 مرات، فبالتالي المكان حتى لو كان نفس المكان بده يوسع أو بيرتفع إلى أدوار عليا. طيب الآن الواحد لازم يكون دائما مربوط بوطن، أنت من وين؟ لفتة، أنت لفتاوي، أنت عنبتة، أنت عنبتاوي، أنت جذورك في الأرض هذه. كلنا وبالذات الفلسطينيين عندنا إقامات في أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا وغيرها، بعضنا أخذ وظائف كبيرة في العالم، لكن هذا حال العالم كله. يعني كارتر عنده مزرعة قطن، صار رئيس أمريكا رجع على بلده صغيرة، بايدن من بلد كذا، فالواحد موطنه هذا الأساس هو اللي ينتمي إليه. صحيح إنه العمل والسفر بيخليه يسكن برا أو يسافر برا، هذا لا يعني إنه يفقد الوطن. يعني الإقامة خارج وطنك الأصلي هي إقامة بسبب ظروف غير عادية اللي هي العمل وغيره، ولكن البلك مجموع الناس لا يزال في هذا البلد، اسمه الفتاوي، اسمه اليافاوي، اسمه إلى آخره. فأنا نصر على الموضوع وأيدك محمود إنه كل تصميم يعود إلى إعادة كل الناس، ظروف العمل
انترنت والطيران وغيره يخلي عندنا نسبه 5-10-20% بيكونوا برا. كمل بس يا اخ محمود، شوف اذا عندك حدا بده يحكي. بس اذا بتسمح لنا دقيقه واحده بس خارج النص، في صديقنا الاستاذ عبد المعطي بده يتعرف على قرايبه الصبيه من بيت عسواد عوايسه، لانه هو من بيت عيسى، بس ليتعرف عليها في مجال نحكي شوي. يلا 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 يا رنا، واخوه معك على السريع. كيفك؟ شو اخبارك؟ مرحبا يا هلا، اهلين. عارف مين زياد؟ مين جدك؟ يلا بقول لك مين، بس الاسم الثلاثي للوالد. سامعيتني؟ إيه. علي صالح عبد القادر عيسى. علي صالح احنا اولاد عمنا عبد المعطي. اولاد عم، ايوه اولاد عم، هاي كل الطلعه من بيت عيسى. ابن عمي محمد سليمان وابن عمي محمود عيسى. اهلين اهلين. في الأستاذ يوسف عبد المعطي عمنا اللزق. شي رائع هذا، شي رائع. أبو عرب، أبو عرب عمي. ابن عم أبوي أبو عرب وطه محمد علي. أولاد عمومة أبوي. إحنا يعني جدنا عبد القادر. أي أولاد عمومة؟ ما شاء الله. بس العيدي للمرة الثانية علي. علي شو؟ علي صالح والد. عبد القادر عيسى. لا علي صالح محمد عبد القادر. خلاص هذا شيء غير معقول، شيء رائع. معناته بدنا نقول لنيروس بدها تعمل خريطة تانية للعائلات من شان كمان الناس يرجعوا يلاقوا بعض. هذا الفضل للدكتور ولهذا اللقاء. تفضل. ولا يهمكم، عندنا سجل كل أهالي صفوريا، أي واحد بحب يسأل بنقول له إيش اسمه وموجود في أي مخيم في العالم. ولا يهمكم. السلام عليكم جميعا. معك عدنان موعد، عدنان عبد القادر موعد ابو العز. الموعد سمان. موعد من اهالي صفوريا المعروفين. الله يبارك فيك استاذ انت والجميع. استاذ انا ملاحظتي بالنسبه اللي هسه قلت تفضلت مع الاستاذ محمود، هلا نحن كلاجئين فلسطينيين 48 هجرنا الى لبنان. هلا الملاحظه الاخت نيروز بالنسبه لمشروعها كثير ممتاز، وهذا بالعكس احنا بنشجع عليه، وهذا بالنهايه اسمه شو؟ تصور مستقبلي. لكن احنا بنقول شيء احنا ميداني عملي، يعني احنا عندنا نضال كبير الشعب الفلسطيني وخاصه اللاجئين في لبنان في سوريا في الاردن. هول بالعكس يعني ناس تعبوا وجاهدوا، إلين شهداء، إلين جرحى، إلين أسرى، إلين مستقبل راح. عرف كيف علي يا أستاذ؟ فإحنا لا، إحنا بدنا صفوري كما هي. هاي وجهة نظري أنا وتصور الأخوة. يعني بمعنى هي القصة مش بالحجر، إذا كان بنيان عالي أو منخفض أو هاي الآخر بغض النظر، لكن إحنا هدفنا أنا جدودي دار موعد بصفوري بيقولوا لي في على سبيل المثال في القصر في القلعة في هاي. أنا لا بدي هول، لأن هول برمزوا لشيء كبير عدا عن شيء كبير اللي هو فلسطين والقدس والكل بيجمع على هذا الشيء. فأستاذ أنا بقول الأخت نيروز تصورها كتير منيح، لكن لا بدنا، أنا بفرق عن بايدن، بفرق عن أوباما. أوباما هو مش مهجر، هو راح أخذ هجرة إلى أمريكا، إله أصل بإفريقيا وراح. أما أنا لا، أنا الأصل، أنا أرغمت يا أستاذ أنه أخرج من فلسطين، يعني جدودي، فأنا بدي أرجع على صفوري نفسه. فأنا جزء لا يتجزأ، لأنه صفوري هي جزء من فلسطين وجزء من القدس، فإحنا كنا جزء واحد يا أستاذ. أنا بتصور هذا الشيء اللي إحنا متنعين فيه مع الأخت نيروز. أنا مش أنه رسم هلا أنه بنتقدها، لكن إحنا بنقول شيء منطقي. شكرا. تفضل. أخذناش أستاذ. ممتاز. محمود. بعد عندنا مداخلة و. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام. سليم عبد الحميد عبد الكريم عبد العزيز نجم من صفوري. نعم. بتوجه بالشكر لكل اللي سعوا على إنجاح هذا الفعالية هاي وهذا العمل الوطني العظيم. احنا فوجئنا انه يعني صرتوا قاطعين شوط كبير، هاي اول مرة نحن بنتعرف على اللي عم بيحصل وحبينا نشارك. وانا بدي اقول انه في كتير بالشعب
ظلوا محافظين على نوع من النشاط لإبراز الهوية الفلسطينية. هلأ كقرى هون بالقرية صفوري اللي أنا أنتمي إلها، في ناس كان عندي نشاطات كثيرة، منهم من عمل شبه متحف لتعريف الناس على أدوات اللي كان يستعملها أهل البلد، في ناس اشتغلوا على الجغرافيا على التاريخ. أنا اشتغلت وكان عندي مشروع طموح، يعني طموح جدا جدا جدا، ولكن أوقفت رغما عني. كان عندي مشروع شجرة عائلات صفوري قاطبة جميعا بدون استثناء، وأنجزت عيلتين، ومصادفة وقع تليفوني بيد سلطات أمنية عليا، فوجدوا فيه أسماء حوالي 52 اسم على داتا المعلومات الإسرائيلية، يعني أولاد بلدي، أولاد عمامي، ابناء صفوري اللي في الناصري، فوجهوا لي تهم كبير. طيب. يعني هل في ملاحظات محددة عن ملاحظات محددة؟ أرغموني على التوقف عن التواصل معهم. نعم. اللي جاسوس لإسرائيل بتهموني هيك. بالآخر لما تأكدوا من براءتي تلفوني بقي عندهم بكل أجهزة الأمن اللبنانية 34 يوم. فكفكوه قطعة قطعة من تاريخ الصناعة إلى تاريخ اليوم اللي مسكوني فيه، حبسوني 3 أيام بعدين طلعوني، استدعاني برتبة قائد يعني المخابرات في جنوب لبنان في الجيش اللبناني، قال لي اسمع ما ترجعنا لأيام الفنيقيين، ما تفكر حالك بأوروبا، هم في حرية، إذا بعد بتتواصل بنحطك بالسجن. السلام عليكم. طبعا دكتور يعني نقدر جدا دكتور. نقدر هذه يمكن الظروف يمكن حياتنا يعني القصة طبعا مؤثرة لأخونا، بس زي ما انت شايف هاي من تعقيدات اللجوء والشتات الفلسطيني. نعم وهي نعم. من زي ما بقولوا صور نكبة المستمر اللي احنا بنعيشها كفلسطينيين، يمكن بسوريا عندهم روايات لا تقل ألما، ونفس الشيء بالأردن أو بغزة والضفة. فبدي أعطي إذا بعد في حدا من الإخوان بده يحكي عن اللقاء أو شيء قبل ما نترك الحكي لإلك دكتور. أيوة. حدا بده يحكي شيء خلينا تفضل يعني إحنا نعم شكرا لك محمود. إذا في ملاحظات محددة على التصميم يا محمود. العميد إذا في ملاحظات محددة على التصميم. العميد محمود عيسى. يعني أنا لا بدي أغمز على حكي أخونا سليمان شوي، موضوع تأثر فيه لأنه بحدث أخطاء كثير بالشتات، وهذا حكي بيكون مش مقصود، بس ولكن أنا بدي أشكر الجميع، بدي أشكر الدكتور، بدي أشكر الأستاذ محمود زيدان على هاي الفرصة للجميع لأهل صفوري للتواصل مع الكل الجميع اللي موجود. الحقيقة أنا سمعت يعني بداية الأمور خانتنا، يمكن التقنية خانتنا شوي، كان في ترتيبات فيها بعض الأخطاء التقنية، بس ولكن بالأخير سمعنا شو الهدف وشو التصميم من هالتواصل الحلو الجميل، وإن شاء الله بالأيام القادمة بيكون في مشاركة أوسع حتى نفهم هذا التواصل والهدف منه. وأنا شايف بصراحة الهدف نبيل جدا. أنا ما عرفتكم على حالي، أنا من صفوري، محمود عبد الحميد محمد العيسى، طبعا كل العائلات سليمان عيسى إلى آخره كله يعود إلى جدنا نجم، وفي لنا قرايب طبعا بالناصري وبالشتات، والحمد لله عائلات كلها مترابطة ومتواصلة مع بعض. هاي إخواننا بالناصري عم بضحك، احنا قرايبك. نعم احنا بيت عيسى. بس بدي اعلي على موضوع صغير حتى ما اخذ الحكي، الله يبارك فيكم. انا بدي اعلي على موضوع، حتى احنا بعاصمة الشتات هون او المخيمات بالشتات تحديدا بلبنان، البلدان كمان بحيلوكي
حي سمرية، حي الزين، هاي هذا الموضوع لحد الآن راسخ. بس ولكن إحنا بالمبدأ نعود لفلسطين، وبعدين وين بدي أقعد أنا؟ بقعد. وموضوع المعالم هو استهداف إنه ينهوا هاي المعالم. حلو هذا التواصل بموضوع التصميم، كيف أنا ممكن أتصور فلسطين؟ أنا يمكن ما أتصورها ناطحة سحاب على حسب المساحة اللي موجودة، يمكن تمتد للناصري، يمكن أتصورها إسه تكون بهالوقت هذا بعدد السكان اللي موجود من صفور إلى الناصري موجودة موصولة وصلي وحدي. فلذلك أي تصور هذا بالعكس، يعني أنا برأيي برسخ مبدأ العودة لفلسطين، وهذا هدفنا. بالآخر نقول تفضلوا الإخوان جميعا، لا يصح إلا صحيح إن شاء الله. نعم. بالعودة. نعم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. وهذه الآن ميزة، أنا أخليك تحكي يا محمود، بس بقول هذه ميزة إضافية ما كنا نتخيلها، إنه عائلة نجم يقابلوا بعض من الناصرة إلى عائلة الحلوة، هذه ما خطرت على بالنا في كل سنة، فهذه ميزة إضافية. محمود بس اختم من الإخوان اللي عندك إذا في حد، عشان نختم هلأ قربنا نختم. طيب طيب، شكرا شكرا لكم، احنا كثير يعني سعيدين بهذا اللقاء، وعن جد نتمنى انه يتكرر، وان شاء الله زي ما قلت على ارض صفوري، ويعطيكم الف عافيه. مش راح اكثر حكي مشان اترك مجال لك وللاخوان اللي بدهم يخدموا. شكرا كثير، شكرا جزيلا على مشاركتكم من مخيم عين الحلوه. كنا نتمنى يكون معنا مخيم نهر البارد، انت عارف ظروفهم المأساوية اليوم صارت. ايش رنا بدك تحكي شيء؟ كمان من الناصرة استاذ فيصل طه، اذا بحب يشارك بمداخلة. وينه فيصل طه؟ ايوه تفضل، مش شايفين مرحبا. صورتك بدي احاول عندك كاميرا؟ بدي كاميرا اذا ممكن، مش هذا اقيم الكاميرا من عندك، كاميرا من عندك. مش 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 ضابط الكاميرا، بحاول. طيب تفضل احكي، خليني اسمعك. اول شيء انا جدا يعني بحييكم على هذا اللقاء، اللي بعد يعني 72 عام، بعد عشرات السنوات في لقاء من هذا النوع تواصلي ما بين الصفوري، اهل صفوري، اهل فلسطين في الداخل والخارج. انا فيصل محمود الحاج صالح طه، نجم، مدير مدرسه ثانويه في الناصري، صار لي 40 سنة تقريبا معلم و30 سنة مدير، خرجنا أفواج كثيرة. إحنا في تواصل، تربينا على محبة صفوري من قبل الوالد اللي ضل في صفوري بعد تهجير كل الأعمام والجد والجدي، جميعهم تهجروا، ما فيش إلا والدي ضل هون، وإحنا عمليا خلقنا هون وتعرفنا على صفوري. فلذلك أنا كتبت كثير عن صفوري وعن أدباً وغير أدب، فنأمل وأنا شايف العودة كما قلت جميعاً، العودة أقرب يعني مما كان في الماضي، ونأمل. والقضية العودة هي بالنفس نفسها وبالرؤية، وهذا البقاء الذاتي في صفوري إنها قريبة إلنا، والعمل اللي بنعمل هو من أهل صفوري في صفوري، بيجعل إنه رب أبنائنا على حب الوطن وعلى حب صفوري، وهذا حق أبدي، لأنه لا أعتقد إنه في شعب في التاريخ البشري كله دفع ثمن كما دفعت أهل شعب صحيح. فلسطين صحيح. لأنه لم يهجر أي شعب كما هجرنا إحنا. بين ليلة وضحاها كنا في شهر رمضان لم نفطر فطور رمضان، فجأة هجت الناس، هججت الناس بالقوة، وعلى أمل العودة، وما زالوا ينتظرون. هذه تراجيديا مأساوية لم يشهد التاريخ البشري عامة صحيح. كمثلها، لذلك صحيح. هذا حق أبدي، وسنعود يوما ما. وأشكركم وأشكر جميع اللي ساهموا على هذا اللقاء، وعلى الجهود العلمية والهندسية اللي أيضا تعمل في هذا المجال، وهذا بدل أنه هذا الشعب حي، وهذا الحي لا يموت أبدا، لأنه يحمل فكر ويحمل قضية، وهذه القضية أبدية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا. شكرا أنا ما نجحتش أظهر الكاميرا، بعرفش ليش، بحاول ما قدرتش لحد إسا يعني. شكرا جزيلا، شكرا للجميع. شكرا. بدي أعطي دقيقة أو أقل
لضيف عندنا هو الفيصل صالح الآن معنا من أمريكا. فيصل صالح مؤسس ومدير متحف فلسطين في أمريكا في نيوجيرسي، وعنده نشاط كبير جدا ونجح نجاح باهر بأنه في معرض بينالي فينيس اللي هو المعرض الدولي المشهور في فينيسيا عالمي، نجح في أن يجعل جناح هناك من فلسطين مع الحب مع الفن، وإلهم هذا الجناح. هاي الصورة موجودة اللي في فينيسيا، أعظم إنجاز فني في تاريخ فينيسيا الفني. والمعرض لا يزال موجود من إبريل الماضي إلى أكتوبر القادم، وأنا بعطي يعني ثواني أو أقل من دقيقة للأخ فيصل يحكي لنا عن ذلك. هاي الأخ فيصل مدير متحف فلسطين في أمريكا. شكرا دكتور سلمان، وشكرا لجميع المشاركين في هاي الحدث اليوم، وشكرا لنيروز وأستاذها الدكتور ثائر على الجهود الرائعة والإبداع المعماري في هذا المشروع، ونحيي أهل صفوريا مهما كانوا في الناصرة وفي صفوريا وفي مخيمات لبنان في كل مكان في العالم، نحن متضامنين معكم 100%. المعرض الذي أقمناه في مدينة البندقية يمثل 19 فنانا فلسطينيا من مختلف أنحاء العالم، من فلسطين 48 فلسطين الداخل، من الضفة الغربية، من غزة، من الأردن، من مواقع أخرى في أوروبا والولايات المتحدة وأستراليا. ويحتوي المعرض على أعمال تطريز فلسطينية كما ترون بالصورة خلفي. إذا ممكن أستاذ سلمان تعمل بين على مشان نشوف الصورة أكبر شوي. وفي شجرة زيتون وهي من الرموز الفلسطينية المهمة، وشجرة الزيتون هاي اللي خلفي تحمل 16 مفتاحا أصليا من مفاتيح العودة، من المفاتيح اللي أخذوها المهاجرين معها في سنة 48. في خارطة للأستاذ سلمان بالستة تكون على الأرض، هاي طولها 6 أمتار، خارطة تعود إلى 1877 قبل أن يكون أي أثر صهيوني على أرض فلسطين. كما ترون معلق من السقف بسلك شائك بوكج من ملفوفة بالحطة الكفية، وداخل هذه البوكج في مكتوب قصص فلسطينية عن الهجرة. وفي منتصف الحائط ترون عمل فني للفنان نبيل عناني، طوله عرضه 3 أمتار، يمثل جمال فلسطين والتلال الفلسطينية وأشجار الزيتون. فهذا المعرض زي ما قال الدكتور سلمان افتتح في 23 من أبريل وسيظل مفتوحا إلى 27/11، يعني 7 أشهر، وكل يوم يزور المعرض حوالي 500 شخص من أنحاء العالم ومن إيطاليا ومن أوروبا. ففي نهاية المعرض سيكون آلاف الأشخاص من أنحاء العالم شاهدوا كل هذه الأعمال الفلسطينية. وشكرا دكتور سلمان على إطاحة الفرصة لشارك بعض المعلومات عن أعمالنا. شكرا أخ فيصل، شكرا، وشكرا لكم جميعا. واضح طبعا أنه
لا يمكن أن ننسى الوطن، وأن حق العودة مقدس وقانوني وممكن وحتمي، وأنه إحنا الآن 14 مليون، نص الـ 14 مليون نصهم على أرض فلسطين تحت نظام قمع احتلالي أبرتايدي إلى غير ذلك، ولا يمكن ننسى هذا الوطن. وبدي أقول لكم أشياء جغرافية بسيطة جداً، أنه 88% أو 90% من الشعب الفلسطيني يستطيع أن يرجع إلى قريته وبلده مشياً على الأقدام، لا بدنا طيارات تجيبنا من روسيا ولا طيارات تجيبنا من بحير سفن من آخر الدنيا في سفن تهريب كما كانوا يأتوا، أبداً إحنا بنقدر نمشي. يعني غزة في القسام 274 قرية كلهم بيقدر يمشي مشي، بعضهم يرى قريته ورأي العين. في القدس كذلك، أنا كنت في مارون الراس واطلع على صالحة واطلع على صفصاف واطلع على كذا، فيعني هي مأساة تاريخية لم يحدث لها مثيل جدا. يعني على كل حال نحن هنا ومستمرون إن شاء الله، وحق العودة حنحققه بالفكر والعمل والتنظيم. وشكرا على مساهمتكم، وأذكر أخي الدكتور ثائر، يلا خلي طلابك يشتروا، بعتنا لكم دعوة للسنة السابعة خليهم يدخلوا معنا، وبعتنا الدعوة ل 15 جامعة مثل السنة السابقة، وإن شاء الله يطلع عددهم أكثر. شكرا على مشاركتكم جميعا، شكرا للفائزين، وشكرا لأهل صفوريا اللي أعطونا معلومات جيدة عن البلد. شكرا لك جميعا، شكرا مبروك للفائزين، ويعطيكم العافية لجنة الحكم، يعني كمان ما ننساهم. شكرا جميعا، شكرا لكم، شكرا يا اللقاء. وتحياتنا من خلالك أخت رنا وأخ زياد لكل الأقارب وأهل البلد بصفوري للجميع. يوصل العائلات بدون استثناء، ومعي صورتك أنت وعمي أبو عرب على التلفون موجودة، صح؟ عرفت رنا عايشة، الله يوصل. انبسطنا كثير إن شفناكم. تواصل زياد، نبقى إن شاء الله. شكرا أكيد. خلال خلينا أو مي.